بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة الصف الثالث الثانوي، بنبدأ درس جديد إن شاء الله النهاردة، وهو الأحزاب السياسية. نعرف يعني إيه حزب سياسي. هو كل مجموعة تؤسس طبقا لأحكام قانون الأحزاب، وتقوم على مبادئ وأهداف مشتركة. ما هي شروط تأسيس الحزب؟ يحمل اسم لا يشبه حزب آخر، ده لازم. يتضمن برامج تمثل إضافة للحياة السياسية. ما يتعارضش مبادئه وأهدافه وسياسته مع الدستور أو مقتضيات حماية الأمن القومي. عدم قيام الحزب على أساس ديني أو طبقي أو فئوي أو جغرافي. عدم قيام الحزب لأي تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية. ألا يكون الحزب فرع لتنظيم أو لحزب أجنبي. علانية الحزب وأهدافه ومصادر تمويله. خصائص الأحزاب السياسية، بيكون في استمرارية، أي يستمر الحزب بممارسة دوره السياسي مما يعطيه أقدمية تاريخية. الانتشار، أي يغطي كافة جوانب الوطن. الرؤية السياسية، يتبنى رؤية تتضمن هويته وتكوينه وأهدافه والتي يسعى لتحقيقها. الدعم الشعبي، لابد للحزب من دعم شعبي خصوصا وقت الانتخابات. السعي إلى السلطة، يسعى كل حزب إلى الوصول إلى الحكم منفردا أو مع أحزاب أخرى. إيه مبادئ الأحزاب السياسية؟ التسامح وقبول الآخر، أي قبول أحزاب المعارضة والتعايش السياسي معها في الانتخابات واحترام رأي الآخر. التنافس، أي حيث تتنافس الأحزاب أمام المواطنين في البحث عن حلول للمشكلات الداخلية والخارجية. التداول، أي أن تقبل الأغلبية تداول السلطة في حال اختيار الشعب للأقلية. أهداف الأحزاب السياسية، إن هي بتحافظ على حقوق الإنسان لضمان كافة الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية. 2، تدعم المواطنة على أساس أن الدولة المدنية تقوم على عدم التمييز. دعم الديمقراطية، من خلال مراقبة النواب للحكومة ومساءلتها في ظل الشفافية والمصداقية. الحرص على العدالة الاجتماعية، من خلال تكافؤ الفرص ووجود حد أدنى للدخل وتحقيق العدالة في التوزيع. المساهمة في التنمية، من خلال تشجيع الاستثمار الخارجي والداخلي ومنع الاحتكار والفساد. تحقيق السلام العالمي والإقليمي، من خلال السعي لوقف النزاع المسلح، من خلال تبني القرارات الدولية في حق الشعوب في السلام. ده اللي احنا اتكلمنا عليه عن الأحزاب مبدئيا وبدايتها. بتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.